أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، طاب مساؤكم سيداتي سادتي. أنا محمد هيبة ميارة من الفريق الإعلامي الصحراوي كيب ميديا. يسعدني أن أستضيف الأخ عبد القادر طالب عمار، عضو مكتب الأمانة الوطنية في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجي في نصف ساعة. أناقش معه آفاق القضية بعد متغيرات الميدان. هل أقبر قرار الجبهة الشعبية استئناف الكفاح المسلح الغطرسة المغربية وخلط أوراق الهيمنة الفرنسية؟ ما الذي جلته الجبهة الشعبية من احترامها لالتزاماتها وتعهداتها للأمم المتحدة طوال 30 عاما؟ وما الذي خسرته؟ ما هي آخر التطورات على المسار العسكري؟ ولما تتكتم الرباط على خسائرها الفادحة؟ هل ستنتقل استراتيجية الجبهة العسكرية من وضع الإحماء إلى المواجهات المثيرة والعمليات النوعية في الأعماق؟ كيف يمكن للمقاومة السلمية لعب أدوار مكملة لحرب التحرير؟ وهل يتوقع ضيفنا تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية المدنيين الصحراويين في الأرض المحتلة؟ كيف يمكن أن تسهم ريادة الجزائر ومكانتها الجديدة في المنطقة في حسم النزاع لصالح شعبنا المقاوم؟ ما حقيقة الأزمة بين ألمانيا والمغرب؟ هي نسخة من أساليب الضغط والبلطجة التي شهدناها مع السويد وهولندا والأمم المتحدة؟ هل بإمكان الاتحاد الأفريقي الإسهام بإنهاء النزاع في ظل المناورات الفرنسية؟ هل تلقت الجبهة الشعبية تعهدات أو وعودا معينة من الإدارة الأمريكية للمساهمة في تسريع الحل؟ أسئلة وغيرها نطرحها مشاهدينا الكرام على ضيفنا السفير عبد القادر طالب عمار، عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر. لإبداء آرائكم أو طرح أسئلتكم، المرجو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مراسلتنا على بريدنا الإلكتروني equipemedia2020@gmail.com. اسمكم مشاهدي الكرام، ارحب بضيفنا الكريم الاخ عبد القادر طالب عمر، عضو مكتب الامانه الوطنيه وسفير الجمهوريه الصحراويه في الجزائر، وابدا اللقاء معه مباشره. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتصريحات لكم الصيف الماضي وأنتم تقدمون تقييما موضوعيا لعمل بعثة مينوسو في الصحراء الغربية. اعتبرها البعض تمهيدا لتغير جذري في مواقف الجبهة تجاه عملية التفاوض، قيل أقول للسلام. هل تمت علاقة بين تصريحاتكم وبين المتغيرات التي شهدتها القضية في 13 نوفمبر؟ أهلا وسهلا. قبل كل شيء توجه لإكيب ميديا وفريقها بالشكر الجزيل على عملها المتواصل لتغطية كل ما تعرفه قضيتنا الوطنية، سواء في الأراضي المحتلة أو في الأراضي المحررة أو في أي موقع من مواقع تواجد الصحراويين. إذن هنيئا لكم وشكرا على هذه المجهودات. ذلك التصريح الذي تم في تلك المرة هو جاء بعد اجتماع للأمانة الوطنية، وهو تعبير عن موقف للأمانة الوطنية بعد أن وقفت على تقاعس وعجز أو فشل بعثة المينورسو في الصحراء الغربية. ومما زاد ذلك هو ضياع الكثير من الوقت في تعيين المبعوث الشخصي وإيقاف وقف التفاوض بشكل نهائي وبدء النظام المغربي في تغيير كل معطيات النزاع وإخراجه من إطاره إلى إطار آخر بعيدا عن قضية تسوية الاستعمار. إذن اتضح أنه لا شيء يرجى من النظام المغربي ولا حتى في تلك الأثناء من بعثة المينورسو ولا حتى الأمانة العامة للممتحدة، لأنهم لم يحركوا أي ساكن، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر إلا يعني العمل من أجل تصحيح هذا الانحراف. وقد بدأ ذلك العمل بعمل ميداني
بالتظاهرات السلمية، سواء أمام حزام الدفاعي أو في ثغرة القرقرات أو في الجاليات، كتعبير عن نهاية صبر الشعب الصحراوي وصبر الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية من هذا النوع من التعاطي وعدم قبول استمرار الجمود. عند ذلك النظام المغربي ارتكب الخطأ الفادح، يعني اللي يقضي بانتهاكه لاتفاقية وقف إطلاق النار وخروجه من الحزام الدفاعي إلى المنطقة العازلة ومهاجمة المتظاهرين السلميين. فلم يكن من بد إلا أنه يسقط يعني وقف إطلاق النار، يبدأ الكفاح المسلح. ذلك التصريح جاء في هذه الظروف، وبالتالي النظام المغربي تحمل كل المسؤولية في إسقاط خطة السلام. طيب واضح سيدي. إذن السؤال الآخر المتعلق أو المرتبط يعني بسؤالنا الأول، واللي ما جنته جبهة بوليساريو من احترامها التزاماتها وتعهداتها المتحدة طوال 30 سنة. نعم لاستكمال يعني نعم نعم السؤال كما هو يعني نعم كتبتموه، هو أنه النظام المغربي ربما قام بحسابات خاطئة جدا، بحيث أنه اعتبر أن طيلة 30 سنة من المخطط ومن حالة الجمود سمحت له بتغيير بعض المعطيات على أرض الواقع ومحاولة فرض الأمر الواقع، وبدأ بتغيير معطيات وتنكر لكل شيء، وظن أنه لم يعد لدى الشعب الصحراوي أي قدرة على ردة الفعل، وانغر تماما بتحالفاته مع القوى الاستعمارية وبعض الدول الخليجية وكذلك مع الكيان الصهيوني، وظن أنه في ظرف يمكن أن يحسم كل شيء بالقوة. ولكن المفاجأة الكبرى هو ردة فعل الشعب الصحراوي والهبة العامة التي عرفها إعلان الكفاح المسلح كردة فعل على خرق الوقف إطلاق النار، وهذا ربما لم يكن في حسبان النظام المغربي. ورغم أنه فرنسا تحديدا هي اللي ساهمت في إطالة عمر النزاع وفي وضع الجمود، وكان هو يعتمد عليها أنها هي ستقوم من خلال الأمم المتحدة بالضغط مرة أخرى أو بالتنديد بما يقوم به الصحراويون، ولكن فرنسا أيضا لم تعد فرنسا مثل في السابق. الجميع يلاحظ فشلاتها في دول الساحل وحتى في وضعها الداخلي وفي علاقاتها في الشرق الأوسط، يعني التأديب اللي قامت به تركيا اتجاهها. إذا فرنسا لم تعد كما هي، والنظام المغربي أيضا الجميع يلاحظ يعني تصدع الجبهة الداخلية المغربية يعني الاحتجاجات المتواصلة التي تهدد بانفجار يعني اجتماعي مكثف، واعتراض الكثير من المغاربة على التطبيع مع النظام الإسرائيلي. كل هذه عوامل الآن تتخمر لتفعل فعلها، ولا شك أنه الفترة المقبلة ستكون عسيرة على النظام المغربي، وهذا ما دفع به عموما أمام جبهة داخلية متفجرة وأمام يعني ضغط خارجي وعزلة بسبب احتلاله للصحراء، فهو أصبح يواجه جبهتين خارجية وداخلية، والإمكانيات والوسائل لا تساعد على الاستجابة لكل متطلبات هذا الوضع. إذن النظام المغربي في وضعية صعبة، رغم ما يتظاهر به من فتح قنصليات ومن دعايات ومن تصريحات،
اللي كلها هي لا تخرج عن إطار النفوذ الفرنكوفوني الذي يعرف هذه نقاط الضعف. أما وهذه بالتالي هي مرحلة جديدة تماما، تختلف عن 30 سنة الماضية التي ضاع فيها الكثير من الوقت. وبالتالي هذه مرحلة جديدة استحضرت عامل الضغط اللي غاب، اللي هو كان الكفاح المسلح، واللي في ظله استطاع النظام المغربي أن يمدد عمر هذا النزاع، مدعوم كما قلنا من فرنسا. اليوم هذه مرحلة ثانية. أما فيما يخص ماذا جنت الجبهة الشعبية والشعب الصحراوي من المرحلة الماضية ومن التدخل الأمم المتحدة، فنحن وما هي إيجابياته وسلبياته؟ فالسلبيات واضحة على أنه طول النزاع، طول المعاناة، طول فترة التشتيت واستمرار القمع والتنكيل بالصحراويين، والمعاناة عموما وتحمل الشعب الصحراوي هذه الفترة الطويلة من الآلام ومن المآسي. هذا يعني جانب سلبي. أما في الجانب الإيجابي فيمكن أن نقول أن الجبهة الشعبية استطاعت أنها تنتشر وتتوسع ويفشل النظام المغربي في عزلها حتى تبقى في شرق الحزام. كان يعتبر أن الجبهة الشعبية موجودة فقط شرق الحزام، وأنه ما غرب الحزام هو تحت سيطرته، وظهر أن الجبهة الشعبية موجودة بقوة غرب حزام الدفاعي، وأن الصحراويين إنما كانوا اعتبروها ممثلهم الشرعي والوحيد، وأنها كذلك طول فترة المفاوضات انتقلت الجبهة الشعبية إلى عواصم أوروبا وأمريكا، في لندن وفي برلين وفي البرتغال وفي يعني مانهاسن وفي نيويورك، كلها يعني كانت وفود، وجنيف، وفود الجبهة الشعبية في هذه العواصم ومع ممثلي الأمم المتحدة. انتقل الكثير من الأمناء العامون للأمم المتحدة إلى المخيمات اللاجئين ليقوم بزيارتهم. إذا هذا جعل أنها يعني علاقات الجبهة الشعبية تتوسع وتثبت كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، يعني الطرف المقابل للنظام المغربي. ووحدة الشعب الصحراوي وإجماعه على تحرير وطنه، هذا أصبح يعني حقيقة قائمة، يعني من وادنون إلى الجويرة ومن المحيط الأطلسي إلى الحدود الشرقية للصحراء. كل هذا يعني إجماع قوي، هوية وطنية ترسخت في ظل المعاناة والصعوبات، والوطنية التي تنصهر في ظل الصعوبات ترسخ وتثبت، ليست مثل أي شيء آخر. إذن هذه مكاسب حصلت إضافة إلى بناء المؤسسات الصحراوية وتوسيع هياكلها وانتشار تمثيلياتها في العالم، يعني تمثيليات وسفارات اليوم موجودة أكثر بكثير من عديد من الدول المستقلة، لديها اليوم التمثيل أوسع من الكثير من الدول، وهي تطمح أنها يعني يزيد هذا التمثيل وينتشر، إضافة إلى التكوين السياسي والثقافي وتوسيع التجربة في المجالات المختلفة. يعني كما كان لديها تجربة في الكفاح المسلح، في المقاومة السلمية، في العمل الدبلوماسي، في مختلف المؤسسات اللي تكونت فيها إطارات وقدرات يعني اللي تعتبر اليوم أساس للدولة الصحراوية. إذن هي جاهزة بكل مكوناتها، لا ينقص فقط إلا يعني استكمال تحرير أراضيها، وستنطلق يعني بسرعة خارقة، لأنها التجربة بنتها في ظروف في غاية الصعوبة، واليوم هي مؤسسات قائمة بكل شروط الدولة الصحراوية من حكومة وشعب وأراضي محررة ومؤسسات وقدرات. إذن هذا حقيقة تم طيلة هذه الفترة، والأهم من كل هذا أنه هذه الفترة تعتبر حجة
لدى الشعب الصحراوي أنه أعطى الأسبقية للسلم، ويعني أعطى الحجج الكافية للبحث عن السلام. ولا يوجد اليوم من يمكن أن يمد الأصبع في الصحراوي أنهم كانوا مستعجلين أو أنهم يعني كانوا دعاة حرب، بل أعطوا كل الوقت للعالم. واليوم الكرة في مرمى المجتمع الدولي، لا يمكن أي أحد أنه يلوم الشعب الصحراوي لأنه أعطى أكثر وأكثر بكثير من الوقت لي يعني يطبق هذا الحق اللي النظام المغربي يعني أداس عليه بالأقدام. والأمم المتحدة مع الأسف ممثلة في الأمانة العامة ومجلس الأمن كانوا متقاعسين إلى درجة متواطئين بفعل يعني تأثير يعني بعض عناصر مجلس الأمن الدائمة هنا. إذن هذا هو إذا أردنا أن نقارن. وهذه الفترة في الأخير هي كانت فترة بناء وتصليب عود يعني الجبهة الشعبية والجمهورية الصحراوية. أكيد سيدي، والارتباط أكثر خاصة يعني تأكيد لقولكم أنه ما نراه اليوم بالرغم من كل هذه الإنزالات اللي خلات المدن المحتلة باتت وكأنها ثكنات عسكرية، بالرغم من كل حالات الانتشار البوليسي والعسكري في الأراضي المحتلة، إلا أن الأصوات لا زالت تخرج. وهنا يعني بالمناسبة نحيي المناضلة الكبيرة سلطانة خيه وعائلتها الخيه في مدينة بوجدور وعائلة أهل هدي اللي تخوض حقيقة هذه المعركة البطولية في مرافقة ابنها وكل عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي. قبل يعني سأنتقل إلى سؤال آخر في نفس السياق، يعني ما هي آخر تطورات على المسار العسكري؟ الجميع يعني متحمس والجميع يعني ينتظر أن يسمع أخبار حول تطورات المسار العسكري، ولما تتكتم الرباط على خسائرها الفادحة؟ يعني استشهد قائد كبير نعته يعني أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، الداهر بندير، واستشهد قبله يعني الشهيد مسعيد، ونحن كما قال الشهيد الولي أننا نألم ولكن في نفس الوقت نفرح، نألم لفقدان يعني قادة كبار ولكن نفرح لأننا نؤكد نجسد قيمة التضحيات لدى شعبنا. برأيكم لماذا تتكتم الرباط على هذه الخسائر؟ وما هي آخر هذه التطورات العسكرية؟ والله هي الحرب مع الأسف يعني هذا يعني لا توجد حرب بدون خسائر وبدون تضحيات. هؤلاء الرجال يعني كانوا مثال للصدق ومثال للشجاعة ومثال للعطاء ومثال لحب الوطن. هم قاموا بالتضحيات في سبيل الشعب كله. هذا نفسه يعني خلق الحوافز ويجعل دين على رقبة كل صحراوي وكل صحراوية حتى يعني يسترجعوا هذا الحق اللي سقطوا من أجله هؤلاء الشهداء، واللي يعاونوا منه كذلك يعني هؤلاء المناضلين والمناضلات اللي يعني ينهانوا وينقمعوا يوميا. كل هذا في المعتقلات، كل هذا يجعل أنه هناك دين في رقبة كل صحراوي وكل صحراوية أنه يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف اللي سقطوا من أجله هؤلاء الشهداء وهاتي المناضلات والمناضلين. فيما يخص تكتم النظام المغربي، هو يحاول أن يعطي صورة مغالطة بأنه الهدوء يعم الصحراء كلها والاستقرار، وانه لانه يدعو ان الناس تاتي لفتح قنصليات وان يعني تعقد معه اتفاقيات الشراكه، وانه كذلك هذا يتستر على هذا ايضا حتى يعني يخفي الاستنزاف الخزينه المغربيه بسبب هذه الحرب وما تتطلبه من تسليح ومن تعبئه لموارد. لانه هو كان جيشه يعني يشتغل بنسب محدودة، الآن كل الجيش في حالة طوارئ واستهلاك يعني اليومي يتجاوز يعني القدرات الخزينة المغربية، وهذا على حساب الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية. ويريد أيضا من خلال العمل للعودة
إلى الحالة السابقة، وقف إطلاق النار والجمود ليلعب لاعبه ويستمر في فرض الأمر الواقع. إذن ويتظاهر بأنه مسالم وبأنه يبحث عن الاستقرار، وأنه الطرف الآخر يعني يلعب لعب يعني الضحية بدل الجلاد. ولكن هذا يعني هذه يعني المناورة ولعبة اتبعها لمدة 30 سنة لم تعد تنطلي على حد، وهو يكرر في تجربة مثل ما كان يعمل الحسن الثاني في السنوات الأولى. كان يقول لا يوجد مشكل، هذا ملف داخلي، ملف مطوي، انتهى كل شيء، جولة أسبوع ولا شيء. وظل يذكر هذا حتى لما بادرت الجبهة وأطلقت سراح 200 أسير على ما أذكر الآن، يعني بقي لمدة سنتين تقريبا هو ينكر وجود أسرى رغم أنهم موجودين والعالم يقابلهم، وكان تحت الضغط فقط قبل باستقبال هؤلاء الأسرى المغاربة. إذن هذه فترة الغرور والغطرسة، ولكن بعد الضربات ستنتهي إن شاء الله تلك الغطرسة، ومن يتنكر اليوم على الحرب غدا سيبدأ هو يصرخ يعني ويتكلم عن الحرب أكثر من غيره. هل أعود إلى سؤال آخر، هل ستنتقل استراتيجية الجبهة العسكرية من وضع الإحماء؟ يعني ربما هناك تصريحات في البداية كانت صريحة وكانت ربما واقعية كما وعدتنا الجبهة الشعبية تحرير الساحة الرمادية في الثمانينات وفي التسعينات وحتى بداية العشرية الأخيرة في القرن الماضي. يعني هناك ارتباط أساسي مثل ما قمتم به سيدي السفير، يعني في تعبئتكم وفي اتصالكم بالجماهير الشعبية لإفهامها ولنقل ربما آخر تطورات. أعتقد أنه هل ستنتقل استراتيجية الجبهة من وضع الإحماء أو التسخين إلى المواجهات المثيرة والعمليات النوعية في الأعماق؟ يعني نقل عنكم كما نقل عن بعض القيادات السياسية أنه يعني ستنتقل المعارك إلى غرب الجدار، وبالتالي هذا التصريح ربما شكل يعني رعبا، إن لم أقل ربما تخوفا لدى الاحتلال المغربي، حتى أنه لم يفهم الاستراتيجية الصحراوية. هل نحن أمام يعني وضع أو استراتيجية تتمكن منها جبهة البوليساريو، أي أنكم أنتم أصحاب المبادرة وأنتم أصحاب التصريحات وأنتم أصحاب الفعل؟ الشهيد الولي رحمة الله عليه قال إنه الجبهة الشعبية أو الثورة في الساقية الحمراء ووادي الذهب لم تنطلق من شيء قائم، ولكن حتما سيقع، لأن موازين القوة بين الثورات والقوى الاستعمارية لم تكن أبدا متكافئة. فقوى الاستعمارية في عتادها وفي عدتها تفوق بكثير جدا قوى الثورة، ولكن في الأخير تنتصر الثورة. لماذا تنتصر؟ لأنها عماد الثورة وسلاحه هو درجة الكبيرة من الإيمان ومن الإرادة ومن التصميم ومن الاستعداد للتضحية. هذه الطاقة الدائمة المتواصلة تصنع في كل يوم إنجازات وتخلق في كل يوم أدوات لتغير موازين القوة مرحلة بعد مرحلة إلى أن يتحقق الانتصار. هذا هو، وكل الثورات بدأت بلا شيء. هذا في تاريخنا احنا يعني في الجبهة الشعبية، يعني أعداد لا يتجاوزون أصابع اليد وبوسائل طردت الاستعمار الإسباني، وبعد ذلك يعني الدروس اللي تلقاها النظام المغربي وثورات عديدة في هذا الجانب. إذن هي مراحل وتتدرج من مرحلة إلى أخرى. اليوم نفس الشيء يعني سيقع، وخاصة أنه هذه تعتبر تقريبا يمكن أن نقول أنها الأشواط الأخيرة من النزاع، لأنه هامش المناورة بدأ يضيق على النظام المغربي في جانبه السياسي وفي جانبه العسكري، وبالتالي يعني الأفق
ليس مبسوطا أمام النظام المغربي، وهامش مناورته يضيق، وبالتالي الآجال أصبحت يعني آجال النزاع اللي حاول هو يمده هي تقصر يوم وراء يعني يوم بعد يوم. وبالتالي التصعيد النظام يعني المغربي لم يبدي حتى الساعة أي إرادة، وما زال يتنكر، وهذا يفرض على الطرف الصحراوي أنه يبذل مزيد من التضحيات ويبذل مجهود مزيد من الكفاح، وهذا ما سيحرك أيضا الأمم المتحدة التي ما زالت جامدة وما زالت متقاعسة بالتأثير دائما الفعل الفرنسي اللي حاول ولو احنا في هذا الوقت يعني يفتح فرع ويقرر فتح فرع لحزب لا ريبوبليك اون مارش يعني في الداخل، على أثر خطوات ترامب اللي يعني هذا شيء مرفوض ومدان من طرف الجميع، ولكن يعبر عن نية يعني التصعيد ونية إطالة النزاع، وهذا سيعطي مزيد من الحجج والمبررات للصحراويين أنهم يواصلوا كفاحهم، ولأنهم عرقلة خطة السلام يعني هم يخطوا يحسبوا أنه البديل عن خطة السلام الموجودة هو الانضمام هو الحكم الذاتي، ونحن نقول لهم أنه البديل هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وأنهم ما زالوا في غرورهم وفي أحلامهم، ولأن ذلك لن يكون 45 سنة من الكفاح دليل على أن الشعب الصحراوي يرفض رفض مطلق هذه الحلول، وأنه لا مكان لها ولن تكون على الإطلاق. والشعب الصحراوي طيلة 45 سنة يعني هذا تدل أنه لديه القدرة على المزيد من الصمود ومن الصبر والإبداع في أساليب المقاومة. شكرا سيدي. 45 عام من احتلال، من غزو واحتلال عسكري. ربما استطاع العدو والاحتلال انه يغير الخريطة الديمغرافية، واستطاع لانه بعد وقف اطلاق النار انه يكثف او يعني من استنزافه الثروات الطبيعية. الجبهة الارض المحتلة كما اسلفتم يعني نجحت في رفع يعني سقف الحقوقي والمطالب الحقوقية، وكشفت وجه الاحتلال القمعي لدرجة أنه منظمة من مثل فريدوم هاوس تضع بالقرب من كوريا الشمالية، خاصة الوضع في الصحراء الغربية. كيف يمكن سيدي للمقاومة السلمية لعب أدوار مكملة لحرب التحرير؟ وهل تتوقعون يعني تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية المدنيين، خاصة أننا يعني ننتظر حكماً من محكمة العدل الأوروبية يعني بشأن نهب الثروات الطبيعية والبضائع القادمة من الصحراء الغربية؟ وبالتالي هنا تحدثت عن القانون الإنساني الدولي الذي يصنف يعني النهب والاستيطان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والله الأمم المتحدة مع الأسف إذا يعني استخلصنا تجربة معاملة معها من السنين الماضية فهي مخيبة للآمال، ولو أنها كان لها تأثير أو فعل لما كان هناك حاجة إلى العودة للكفاح المسلح، ولكن تقاعسها وقع تحت تأثير قوة نافذة لتخدم مصالحها، هذا يعني أبطل مصداقيتها وأبطل مفعولها. ولكن أي موضوع يصل للرأي العام الدولي ويتم تناوله هذا يشكل ضغط حتى على الأمم المتحدة كي تتحرك، وبالتالي اليوم وسائل الإعلام مثل هذا المجهود اللي أنتم تقوموا به مشكورين، ومثل أي مجهود آخر يقام به في الأراضي المحتلة اللي يعني يكشف ويفضح هذه الجرائم اللي يقوم بها النظام المغربي، هذه تفرض على الرأي العام الدولي أنه يضغط ويتحرك ليجبر الأمم المتحدة نفسها، لأنه هذه هي مهمتها وهذه هي مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. إذا مستوى النضال
ودرجة النضال هي المحرك الحقيقي. هذا ما تعلمناه من يعني التظاهرات، ثغرة القلقلة وغيرها، أنه كل ما كان هناك تحرك ميداني، كل ما ذلك التحرك الميداني صنع الحدث وفرض تناوله على العالم وفرض اتخاذ مواقف، وتم تحريك القضية وطرحها يعني بحرارة وبسخونة على المجتمع الدولي. إذا نضال الشعب الصحراوي، هذا هو الدرس الكبير، أنهم عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم. البعض يظن أنها الأرض المحتلة خلاص قامت بأقصى ما تقوم به، وأن الجهود وصلت يعني إلى هذا الحد، وكذلك أن الصحراويون يعني بنضالهم وصلوا إلى يعني سقف جهودهم. هذا خطأ، هذا أكبر خطأ. لم يعني نصل بعد إلى سقف الجهود في أي مكان من أماكن نضالنا. والدليل، سأخذ مثال من سلطانة خيل اللي ذكرت، والمناسبة نحيوها ونحيي أختها ووالدتها وذاك المنزل الكامل وعائلة محمد لمين هدي ونضاله واستماتته في إضراب وعقوق، والكثير من المناضلات والمناضلين في جبهة الأرض المحتلة. يعني مثال سلطانة خيل، مثال دار الخيل، هذا منزل واحد يعني فتح، يعني كسر جدار الصمت وجدار الحصار اللي حاول النظام المغربي إخفاء هذه الحقائق، يعمل على أنه يعني لا تظهر أي حقيقة من هذه الحقائق. ولكن هم يعني بالعلم وب يعني جهاز يعني 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 تليفون عادي يعني جوال بسيط، استطاعوا أنهم ينقلوا هذه الصورة وتتناولها يعني مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية، وطرحتها أصبحت طرح اليوم ووسائل الإعلام. هذا يدل على أنه يعني كيف ينقال النضال يعني ومجهود في الأرض المحتلة ما هو عقيم، ما زال موجود. وهذا مثال فقط. تصوروا لو أنه كل دار من يعني دور الصحراويين، ولو أنهم أصبحوا أقلية في وطنهم، ولكن بهذا يقدروا يصنعوا. إذا صنعت هذا فقط بدار واحدة صنعت هذا، فما بالك إذا تضاعفت كل المنازل الصحراوية اللي تقوم بنفس الشيء. ولنجرب مثلا، لنتضامن، أو نحن مطالبون، نحن مجبرون أخلاقيا ومعنويا وحتى شرعا بكل الطرق على أنه يقع التضامن مع هذه العائلة، ولا تترك ينكل بها وحدها. كما يقال انه يعني لا يقتل الا الشاة القاصية، اذا يعني بقينا نتفرج عليها وهي تحترق وتذوب كالشمعة من اجل كل الصحراويين والصحراويات. لماذا يعني مع غرة رمضان قبل الافطار بنصف ساعة كل دار تحمل يعني تخرج علم، يعني ترفع علم فوق مسجد لمدة نصف ساعة؟ هم يعني يعني يبحثون عن الطعام وعن الإفطار، وسيكون اهتمامهم في ذلك الوقت هو الأكل والشرب. إذا نصف ساعة قبل الإفطار كل منزل يحمل علم يعني صحراوي للتعبير على الأقل عن التضامن. ونكرر هذا حتى يصبح العلم الصحراوي كوسيلة نضال ورمز صحراوي مفروض، ومجبرين على التسليم بهذا. والشعوب في إبداعاتها يعني قامت بالكثير في أمريكا اللاتينية، يعني لما حرمت بعد أظن في بعض المناطق مثل تشيلي ومناطق أخرى، حرموا عليهم الشارع مثل ما يقع الآن، وحرموا عليهم التجمعات ومنعوهم وقمعوهم. يعني أصبحوا يأخذون الأواني ويدقون الأواني كأجراس في ساعة معينة، على الساعة يعني السابعة والسادسة كل العائلات تدق بالأجراس وتحدث يعني ضجيج، وبعدها يستعمل مكبرات الصوت. هذا نوع حتى يعني منعتونا من التظاهر، منعتونا من الاحتجاج، ولكن لن تمنعونا بكل وسائل. وحتى إذا منعنا من حمل العلم ودق يعني الأواني، فيبقى المضربين عن الطعام، ها هم قيدتونا كتفتونا، يعني لم يعد لدينا أي حراك، ما زالت هناك وسيلة نضال. يعني معركة الأمعاء الخاوية وسيلة نضال،
إذن وسائل النضال لا تتوقف، دائما يعني موجودة ما دامت هناك إرادة عند شخص. وهذا هو الدرس اللي ناخذوه من محمد لمين هدي وناخذوه من سلطان خيه. إذن هذا، انظر، هذا مثال يعني من أروع الأمثلة. هذا يعني مطالبة اليوم، وهذا ميديا سيكون لها الفضل عندها تنشر هذا النداء. كل دار تحمل يعني العلم الصحراوي قبل الإفطار بنصف ساعة، عند ذلك لن يتمكنوا من التجمع ومهاجمة البيوت، ويعني دق يعني الأواني ونبدع هذا. وليس مطلوب يعني مفكر أو عبقري ليجد الأساليب. في الكثير من الحالات بعض يعني الأساليب الناجحة في الثورة الجزائرية، عميروش يقولوا عنه، هو يعني كان حداد، يعني هو اللي قاد يعني انتفاضة 20 أوت الشمال القسطنطيني، يعني بالثورة كلها. إذا الناس بسيطين يقوموا بإبداعات ويفرضوا على كل الناس الآخرين يتبعوهم ويشقوا الطريق. إذا اليوم احنا عندنا طريق مرسوم واضح بين، يعني مهج، يعني محجة بيضاء. لماذا؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هناك البعض أنا يقول أنا لا أدري ماذا أفعل، وأنا بحاجة إلى مراقبين دوليين حتى نتحرك، وأنا بحاجة إلى تجمهرات كبرى. لا لا لا، لسنا بحاجة لا لتجمهرات ولا لمراقبين ولا لصحفيين، لأن النظام المغربي يحاصر بالجوال وبالصورة وبالطريقة التي رسمتها سلطان خيه. ممكن أن نصنع الحدث وننقل هذه الصورة إلى العالم، وهذا بالمتناول. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الإرادة. والشعب الصحراوي برهن أنه لديه شحنة قوية من الإرادة ليستمر، هذا في المناطق المحتلة، ولكن أيضا في كل حتى في مواقع الجاليات مطالبين بهذا العمل من أجل يعني رفع العلم في كل منزل، يعني تضامنا مع ما تقوم به السلطانة حتى لا تبقى لوحدها. ويعني كلها حسب ظروفه، حسب ظروفه في المخيمات، يعني في جبهات القتال، كلها مطالب برفع التحدي وبخطوات إلى الأمام. وهكذا نتقدم ونترجم هذه الهبة إلى مواقف ملموسة وعمل ملموس. وإحنا في مرحلة هجوم، وانتهينا من الدفاع وانتظار قرارات الأمم المتحدة وانتظار منظمات حقوق الإنسان. إحنا اليوم بالعودة للكفاح المسلح استعدنا المبادرة. الجديد استعادة الجبهة الشعبية والشعب الصحراوي لمبادرتهم وصنع الحدث، ومطالبين بيصنعوا الحدث. وهذا هو اللي انطلقت به ثورة 20 مايو وانتصرت به. لم تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر ما سيأتي من الخارج، هذا ضيع الوقت. نصنع الحدث، وعندما نصنع الحدث سيأتي الجميع. لم نعد بحاجة إلى الذهاب لدق الأبواب والتسول، الجميع يعني يبحث عنك ويأتيك. إذن لا للانتظار يعني من الخارج، نعم لأخذ زمام المبادرة، نعم للفعل، وكلها يناضل بوسيلته، بأي وسيلة من الوسائل مطالب أنه يفعل، ولنتضامن يعني بهذه الصورة وبهذا المثال. هذا هو أهم شيء، وهذا ممكن أنه يغير المعطيات بشكل كبير. هذا الفعل وحده وينقل صورة وإرادة الشعب الصحراوي من تحت يعني القمع المغربي والتسلط المغربي، ويظهر قوة وميزة الشعب الصحراوي اللي اليوم يقول كيف يصمدون في هذه الظروف، وأنه شعب نبيل، شعب كريم، شعب يرفض الظلم، يرفض القهر، ومستعد للاستشهاد. وكل من استعد للاستشهاد سينال الحياة، وينال يعني الكرامة، وينال المجد، ينال المجد. نحن في مرحلة بناء استعادة حقوقنا، ولكن كتاب التاريخ ناصع، يعني سيبقى للتاريخ ويبقى يميز الشعب الصحراوي في هذه المنطقة رغم قلة عدده أمام هذه الأعداد الكبرى. هذه وسيلة فعالة. وقبلها ميليتو حيدر صنعت بيدرام عن الطعام، صنعت الحدث وحركت العالم. شخص واحد صح. ومجموعة من المناضلين 7 إبان منع النظام المغربي للتماس يعني مع المخيمات، 7 فقط صنعوا الحدث.
صحيح. إذن هي مسألة إبداع، مسألة إبداع ومسألة إرادة، ممكن أن تبلغ الرسالة وتكسر الحواجز. يعني هذا كلام يعني نوجهه لأهلنا في الأراضي المحتلة، ولكن أيضا معني كل صحراوي أينما تواجد أنه يترجم هذه المرحلة الجديدة بعمل ملموس وبمبادرة يعني يقوم بها، لأن هذا معناه استعادة المبادرة وإنهاء الجمود وإنهاء الانتظار، وكلها يعمل بما في وسعه. وانتم جزاكم الله خير، ستكون يعني لكم الشرف انكم تدشنوا باعلامكم وتغطيتكم لهذا العمل اشياء من هذا القبيل. شكرا جزيلا، واؤكد مره ثانيه ما قلته لانه بالغ الاهميه، مستمعينا جميعا يتفاعلون مع هذه التوجيهات. فسنه 2010 كان يعني مخيم جليميزيك، سنه 2013 خرجت مدينه العيون عن بكره يبيها باعلامها الوطنيه كما شاهدتم اثناء زياره وفد الدولي للنساء. وكذلك يوم في سنه 2019 الشارع مشحون محتقن، فكان ينتظر يعني مباراة المنتخب الجزائري في الكاف، وبكل تأكيد يعني خرجت هذه الجماهير في كل أنحاء مدينة العيون المحتلة، تحدت كل أشكال وآليات القمع المغربي وخرجت. وبالتالي قد تكون يعني سلطانة ربما شرارة لفعل نضال ربما منظم. الوقت يضايقني والأسئلة مهمة جدا، نستغل حق تواجدكم سيدي السفير. أعود يعني السؤال حول ريادة الجزائر مؤخرا، جميع يعني يلحظ يعني عودة الجزائر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية معا، فهل ستسهم ريادة الجزائر ومكانتها الجديدة في المنطقة في حسم النزاع لصالح شعبنا المقاوم؟ يعني صحيح تماما، هي الجزائر دولة محورية في المنطقة، ولديها يعني حدود مع 7 دول إفريقية و3 دول يعني حدود بحرية مع 3 دول أوروبية، وبالتالي هي موقعها الجغرافي يعطيها يعني مكانة محورية جدا. النظام المغربي هناك من يحاول أن ينفخ فيه الروح ويدفع للتوسع على حساب الآخرين، ليلعب دور يعني الخادم العميل للمصالح الاستعمارية الصهيونية، هذا هو يعني ما يفعل، ويعني وضع المنطقة في توسع وفي حرب دائم. الجزائر وقفت مع حق الشعب الصحراوي، ولكنها أيضا وقفت مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال لضمان السلم والاستقرار، لأنه إذا كسرت هذه الحدود وغيرت بفعل القوة فالقارة الإفريقية ستتزلزل كلها، وشمال إفريقيا لن يعرف الاستقرار، وبالتالي تثبيت الحدود الموروثة غداة هو عامل استقرار وتوازن وعامل سلم واحترام للقانون الإفريقي. ولهذا احنا نقول ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عامل توازن واستقرار، لانه يعني بالتوسع النظام المغربي وبضمها ستتغير الحدود ولن يكون هناك سلم ولا استقرار. وإضافة الى هذا انه هي قضية تصفية استعمار، اذا هي قضية سلم قضية قانون، ولكن ايضا هي قضية تحرر، لانه في الخلفية الأخيرة الصراع ما بين قوة التحرر التي تريد سيادة الشعوب وقوتها ومبادئ الثورة، وما بين العمالة والركوع وتقبيل الأيادي وخدمة الأغراض الاستعمارية. إذن يعني في الحقيقة، وبالتالي تظهر فرنسا الاستعمارية هنا إلى جانب النظام المغربي ويظهر الصهاينة، ولكن إحنا يعني نستمد كما يعني قلت قوتنا من إرادتنا ومن تاريخ الثورات المعتمدة على إرادة الشعوب، وهذه هو النصر لها وليس القوى الاستعمارية والعميلة والرجعية. إذن الجزائر هذا يعني هي بلد لا يمكن تجاوزه، لا يمكن تجاوزه، وثبت جدارته، كان مستهدف من بين الجمهوريات العربية المستهدفة ليبيا وسوريا، والجزائر يعني كانت مستهدفة، ولكن بصمودها وبثباتها وبجيشها، وخاصة
يعني بعد الحراك الجزائر الجديدة الجميع يعني سمع مواقفها القوية وعودتها للساحة الإفريقية وحتى للساحة الدولية. إذن هذا موقف لا يمكن تجاوزه، وبالتالي المغرب ليس هو اللاعب الوحيد ولن يترك كلاعب وحيد يحدد مصير المنطقة، وهذا لن يقبل أبدا، لا من طرف الصحراويين ولا من طرف شعوب المنطقة. والجزائر بطبيعة الحال من هذه الدول الأساسية في المنطقة ولن ترضى يعني بهذا. إذا الصحراويين اليوم يقاوموا يعني حماية للميثاق التأسيسي ونيابة عن إفريقيا ونيابة عن يعني القوة التحرر اللي ترفض الذل وترفض الهيمنة. ماذا عن الشقيقة موريتانيا مؤخرا؟ يعني تم الحديث على أنه هناك أزمة بين الرباط وبين نواكشوط، ونتجت يعني عن تأجيل زيارة الوزير الخارجية الشيخ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالمناسبة. هل يعني أنه المغرب لا زال يعني يريد من موريتانيا أن تكون مؤيدة لسياساته، وإلا يعني بالمقابل أن تقطع كل علاقاتها أو تبتزها بشكل أو بآخر؟ النظام المغربي وصلت به الغطرسة إلى أنه يريد أن يحدد لأي بلد هنا ماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يستقبل، وهو يغضب عليهم كلما قاموا باستقبال وفد صحراوي، وكأنه يريد أن يظهر بهذا كأنه يعني يؤثر في السياسة الموريتانية، وموريتانيا بلد مستقل ويريد ويؤكد دائما استقلاليته في قراراته في كل ما كانت حاجة إلى ذلك. إذا موقف عبر عنه الرئيس محمد الشيخ الغزواني وقال إنه الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعترف بالجمهورية الصحراوية، وهذا موقف ثابت. هما انهم مع السلم ويعملوا حتى حياد ايجابي، ايجابي معناه انه اللي ساهم في الدفاع عن المشروعيه والدفاع عن الحق وايجاد حل سلمي. واحنا علاقاتنا الحمد لله يعني مع موريتانيا جيده، وكما لاحظتم الوفود يعني تزور هناك يعني زيارات وتاكيد على هذه العلاقات، ليس فقط مع السلطه ولكن ايضا مع الاحزاب ومع المجتمع المدني. نعم، تفضل سيدي. طيب انتقل بكم الى سؤال قطعا، ما حقيقة الأزمة بين ألمانيا والمغرب؟ يعني شهدت هناك عدة تفسيرات بأنه هناك من يربط أساسا بأنه ألمانيا كانت منزعجة وغاضبة تماما من إفشال يعني جهودها وللوساطة التي قادها الرئيس هورست كولر. البعض الآخر يرى بأنه المغرب منزعج تماما من العلاقات الطيبة بين الجزائر وألمانيا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة وغيرها. لكن المؤكد تماما أنه الدولة المغربية غضبت كثيرا، لدرجة أنها اتهمت رئيس إحدى الجهات في المغرب الكبيرة الدار البيضاء بالعمالة لجهاز المخابرات الألماني، وهو الآن رهن التحقيق. فبالتالي عمق الأزمة هل يجسد أو هل يعني يحيل إلى الذاكرة بكم سيدي السفير إلى الأزمة التي خاضتها المغرب ضد السويد وبعد ذلك ضد الأمانة العامة للأمم المتحدة متمثلة في الأمين العام السابق كنوع من هو البلطجة؟ النظام، نعم يعني النظام المغربي يحسن البلطجة في تعاملاته، ولكنه سرعان ما يفشل ويتراجع عن تلك البلطجة. وهذه تجربته مثلا مع الاتحاد الإفريقي بعد أن أشبعه سبا وشتما، فهذا هو يتباكى للعودة إليه، وسبقت حتى مع إسبانيا لما احتل جزر ليلى وتراجع عنها، ويعني هذه التجربة تتكرر دائما. وحتى مع ألمانيا يعني هو يعني حاول ذلك الفعل، ولكن في الأخير يعني لم يعد بإمكانه إلا التعامل مع ألمانيا وخلفيته، لأنه هو انغر غرورا كثيرا وظن أنه باعتراف ترامب بالسيادة للمغرب على الصحراء ظن أنه حسم الأمر، وكان أول رد كان من إسبانيا،
وحتى فرنسا يعني رغم يعني أنها هي الحامي الرئيسي لم تتبعه في هذا المجال، وألمانيا دعت إلى اجتماع مجلس الأمن لدراسة هذا يعني الموضوع حول القضية الصحراوية، وكل أعضاء مجلس الأمن قالوا أنه هذا غير ممكن، وأنه هذا قضية يعني محسومة من ناحية القانون الدولي، ولا يمكن لأي بلد مهما كانت قوته أنه يغير الحدود أو يعطي بعضها لبعض، هذا فاضح، هذا يعني قانون الغابة وغير مقبول، وتم رفض، والاتحاد الأوروبي رفض السير في هذا الاتجاه وأكد على يعني أنها قضية الصحراء الغربية قضية تحل في إطار الأمم المتحدة وطبقا لقراراتها وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. النظام المغربي يحمل ألمانيا بالدرجة الأولى المسؤولية في هذا لأنها وقفت رافضة لها، وألمانيا عرفت الحقيقة من خلال وفودها ومن خلال المبعوث الشخصي، وهي لها موقف متميز يعني هو حقيقة الموقف المندفع إلى جانب المغرب هو النظام الفرنسي والحكومة الإسبانية الواقعة تحت الضغط والشنتاج المغربي الدائم، رغم أن الشعوب والمجتمع المدني الإسباني متعاطف ومساند للقضية الصحراوية، والأمثلة كثيرة على هذا. إذا إذا كان يعبر عن شيء أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسك بالشرعية الدولية ويرفض هذا الموقف الظالم اللي يلغي الشرعية الدولية ويسلم الصحراء هكذا. والمحكمة الأوروبية يعني أوضحت كذلك موقفها في هذا، وينتظر منها إن شاء الله إلغاء هذه الاتفاقيات اللي يعني تحايلوا على قرار المحكمة الأوروبية لتمريرها، ولكن الحكم المقبل احنا ننتظره أنه يكون منسجم مع قراراتها السابقة اللي تعتبر الصحراء والمغرب إقليمين منفصلين ومختلفين، ولا سيادة للمغرب على الصحراء. ونحيي بالمناسبة ألمانيا وكل الأحرار في أوروبا اللي رافعوا عن هذا الموقف، وهذا دليل أن المغرب محاصر، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، إذا لا شيء مهما كانت دعايته، ولا جاء لبعض البلطجية الأخرى قنصليات فرانكوفونية لا قيمة لها ولا وزن، تابعة لفرنسا لا غير. أكيد. إذن لضيق وقتكم سيدي السفير، بقي سؤالين. سؤال يعني يتعلق بإمكان الاتحاد الإفريقي الإسهام بإنهاء النزاع في ظل المناورات الفرنسية كما أسلفتم يعني وتحدثت عن الدولات المفرنسة. نعي جيدا بأنه المغرب كانت آخر الأوراق التي أخرها هي السنغال لقنصلية في مدينة الداخل المحتلة في الوقت الذي كان يزعم وكان ينتظر يعني قنصلية ولو أنها افتراضية أمريكية. هل تنتظرون يعني بجانب آخر يعني فيما يتعلق بالموقف الأمريكي؟ هل تلقت الجبهة تعهدات أو وعود معينة من الإدارة الأمريكية للمساهمة في تسريع الحل؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه كبار المستشارين الذين خبروا ملف قضية الصحراء الغربية جيمس بيكر، يعني المبعوث الأسبق كريستوفر روز، يعني كل الخبراء يعني ربما بجانب براغماتي يعني نصحوا الإدارة الأمريكية بأنها تكون رزينة في اتخاذ قرار أنها تمحي هذه يعني ربما الحماقة التي قام بها ترامب. هو الاتحاد الافريقي يقوم بدور واستعاد دوره بعد من حاول النظام المغربي يعني تجميد هذا الدور وحصره فيما يسمى بالترويكا، وهذا فشل فيه خاصة عقب اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي. ودور افريقيا مهم جدا لأن أصبحت تفرض حضور الجمهورية الصحراوية على شركائها الدوليين في لقاءاتها الدولية مثل إفريقيا اليابان، إفريقيا الاتحاد الأوروبي، إذا كل لقاءاتها الدولية إفريقيا والجامعة العربية إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لأنه يعني كل الأعضاء لهم حق بالحضور، وهذا يؤلم النظام المغربي، ولهذا رجع إليها متباكيا شاكيا متظاهرا
بقبول القوانين، هو موقع حتى على الميثاق التأسيسي اللي الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، ولكن ظهر تحايله وظهر في أخير فشله ورجوعه للكرسي الشاغر لأنه لم يحضر لاجتماع مجلس الأمن الإفريقي، وصرح بوريطة بتجاهل هذه القرارات. ولكن هذا يعني يظهر أنه لم يؤثر في موقف المنظمة ككل، وإن اصطاد بعض الدول ضعيفة الفرنكوفونية. أمريكا احنا يعني في اتصال على اتصال في عواصم واشنطن ونيويورك وحتى في الجزائر هنا مع ممثلين يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ونرجع وما زلنا نرجع أنها تصحح يعني وتلغي نهائيا الموقف اللي عبر عنه ترامب. هم إلى حد الساعة لم يقوموا بإعلان رسمي يلغي ذلك، لأنه الجميع يعلم موقفهم يعني اتجاه إسرائيل، ولكنهم قالوا في تصريحات عديدة أنهم مع حل في إطار الأمم المتحدة ويدعموا المينورسو ويدعموا قرارات الأمم المتحدة ويدعو للتفاوض. هذا كان آخر ما قاله بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. إلى تعيين البعض مبعوث يقول شخصي. والمطالبة بتعيين مبعوث شخصي ليقوم بهذه المهمة. إذا المبعوث الشخصي ومهمته محددة تماما، وهي تطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بتقرير مصير الشعب الصحراوي، وهذا ضمنيا وجوهريا يتناقض مع ما يعني قال به ترامب بالاعتراف بالسيادة. لو أنهم يسيرون في هذا النهج لما تكلموا عن الأمم المتحدة ولا ما تكلموا عن، إذا هذا تأويل أقرب هو إلى الحقيقة، ولكن إحنا نرجو على أنهم يوصلوا حتى، لأنهم قالوا أنهم سيقومون بمراجعة كل ما قام به ترامب من اتفاقيات أحادية والعمل في إطار المجموعة الدولية. وهذا التوجه هو ما لاحظناه في العديد من المواقف وتصحيح العديد من المواقف. إذن الأمور في بدايتها، وإحنا نقول أنه الآن اجتماع لمجلس الأمن ننتظر أنه يعني يحمل النظام المغربي مسؤولية الفشل، لأنه حتى تعيين المبعوث الشخصي والمطالبة بمفاوضات بدون تحديد أسباب يعني إسقاط خطة السلام واتفاقيات وقف، فسنعود إلى نفس الشيء. تم تعيين الكثير من المبعوثين الشخصيين والكثير من جولات المفاوضات، ولكن النظام المغربي متعنت ومجلس الأمن صامت. إذا هذا لن يغير شيء، وسنبقى يعني في أسطوانة مشروخة ندور في نفس المكان. يجب أن يحمل الطرف المعارك المسؤولية، وهذا واضح. النظام المغربي نظام محتل يذكر ويعلنها جهارا نهارا أنه لا مفاوضات مع الجبهة الشعبية، ويريد المفاوضات مع الجزائر، وأنه يعني الحكم الذاتي. وهذا خرق واضح مفضوح مكشوف، وبالتالي هذا يعني على المجتمع الدولي أنه ينبه أنه خارج الإجماع ومارق عن الشرعية، وأنه لا يعني هو نحن بحاجة إلى الأصول، إلى هذه الحقيقة، ولا نبقى في تلك الدوامة. وأنه الأمين العام للأمم المتحدة اللي مع الأسف هو أقل يعني أمين عام قام بمجهود أو يعني بذل مجهود، بل أعطى يعني إشارات أولها النظام المغربي أنها لصالحه. نرجو أنه يعني يصحح، ولكن نعود إلى أنه كل شيء يرجع إلى الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي ممكن أن يستفيد ويحرك الرأي العام الدولي ويستفيد من ضغط المجتمع الدولي، ولكن عليه أنه يصنع الحدث، يصنع الحدث في كل أماكن تواجده. مرة أخرى كل منزل يحمل العلم تضامن مع أهل خيه والسلطان خيه، هذا يعني ممكن وبالإمكان، وقليل من الجرأة يعني ممكن نحققه. كل صحراوي في أي مكان يعني يقوم لترجمة هذه الهبة. نحن في مرحلة جديدة، نحن استعدنا المبادرة، يجب أن نواصل ونبدع، ويعني كلها يعني فكر، وممكن أن نجد أساليب تغني التجربة الثورية العالمية
مثل ما كان إكديميزي كما تفضلت، يعني هذا أغنى التجربة الثورية، وأصبح الجميع يعني يبني المخيمات والاعتصامات بفضل أول تجربة كانت في إكديميزي، وكان يعني كتاب كبار، نعم تشومسكي وكذا شهد بهذا. إذن يعني التجربة الثورية الصحراوية أغنت التجربة العالمية، مما أعطى للشعب الصحراوي هيبة واحترام رغم قلة العدد، ولكنه كيف قال المرحوم بومدين لما جاءه العيان قال لهم كمشة من النحل خير من خشة من الذنبان. إذن الصحراويين يعني النوعية، والشهيد الولي يتكلم عن النوعية، هي اللي يتغير تتعوض النقص العددي، النقص العددي نعوضوه بالنوعية وبالإبداع، مثل ما تصنع الآن يعني سلطانة خيب بعملها هذا، ومثل ما الشهداء اللي سقطوا بالأمس يعني آخرهم كان الداهل بن دير رحمة الله عليه، بهذا النوع نصنع الحدث ونبلغ الرسالة، وانتم كذلك بعملكم هذا النوعي بالإبداع بهذه الوسائل توصلوا الرسالة للجميع وتعكسوا هذه الحرارة إلى نفوس الجميع لنصنع التحول، ونجسد أن بالفعل دخلنا مرحلة جديدة تقطع نهائيا مع الانتظارية ومع حالة الجمود. لقاء والنظام ممتع المغربي في وضع لا يحسد عليه، النظام لقاء المغربي في وضع لا يحسد عليه مهما كانت دعايته. أكيد بكل تأكيد، وكل هذه الدراسات الموضوعية وكل حتى ردود الفعل بالمناسبة أشرت من الوضع الداخلي في المغرب، واليوم بالمناسبة كل وسائل الإعلام المغربية يعني باتت ربما في موقف المدافع حتى في المسألة الحقوقية الداخلية في المغرب. يعني هناك حديث ربما بيانات من المخزن المغربي محاولة تبرير يعني الانتهاك ضد معطي منجب، اليوم ضد الريسوني سليمان الريسوني صحفي مغربي، ضد عمر الرادي. يعني هذه الأصوات الحرة التي تنافح وتدافع عن الديمقراطية وعن الرأي وعن غيره يعني باتت حقيقة ربما يزج بها في السجون المغربية لعشرات السنين. فتحية خاصة للصحفي المغربي الراقي عمر الرادي. شكرا، لقاء شيق ممتع، نستفيد جميعا، نستفيد مشاهدينا جميعا في تفاعلهم، ربما حقيقة متشوقين، ساعة لا تكفي معكم سيدي سفير، ونتمنى أن تكون هناك لقاءات مقبلة. شكرا جزيلا باسمكم مشاهدي الكرام، أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد السفير عضو مكتب الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر الأخ عبد القادر الطالب عمر، إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجنا في نصف ساعة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وعاشت الصحراء حرة مستقلة. شكرا شكرا. Thank you.